الاستحقاق الانتخابي لمجلس فرع عبد الوهاب الطعيم محمد بديع العبدو. أنا المحامي أحمد قسوم معاون وزير الإدارة المحلية، نحضر اليوم هذه الفعالية الانتخابية لانتخاب فرع نقابة المحامين الأحرار في إدلب. هذا المؤتمر الذي يعقد في محافظة إدلب في الداخل ضمن المناطق المحررة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين والهيئة الاستشارية للنقابة. الحضور أغلب المحامين الأحرار اجتمعوا في هذا المكان لتأدية هذا الواجب الانتخابي، وهذا العمل المنظم نحضره إن شاء الله لتنظيمه وضمن الجسم الحر الذي يمثل المحامين الأحرار. فيما يتعلق بحزب البعث، يعني بعد كتبة القطر العربي السعودي في فقرة تتعلق بحزب البعث، شرفناها.